السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشرح اختبار الاستخلاص واختبار التدرج الحبيبي للركام المستخرج. أول حاجة اختبار الاستخلاص اللي هو الاكستراكشن، ده بيتبع المواصفة الأمريكية الـ STM D 2172. ايه هي الاستخلاص؟ يعني ايه استخلاص؟ الاستخلاص هو ان انا بستخلص البيتومين من الخلطة الاسفلتية، عايز كأني بمعنى اصح عايز افصل البيتومين عن الركام. ليه؟ عشان احدد نسبة البيتومين في الخلطة الاسفلتية. طيب انا برضو عايز احدد ليه نسبة البيتومين. اولا كاختبار قبول او رفض، لان انا عندي نسبة البيتومين جاية لي من تصميم الخلطة من الكلية، تمام؟ على سبيل المثال الخلطة الاسفلتية للطبقة الرابطة كانت جاية لنا 4.5%، تمام؟ وعندك سماحية موجب او سالب 0.25، يعني تزيد 0.25 او تقل عنها 0.25، تمام. الحاجة التانية الخلطة الاسفلتية للطبقة السطحية كانت جاية لنا برضو من الكلية 5.2، برضو موجب او سالب 0.25. طيب ايه هي طيب الاضرار لو لقينا ان نسبة البيتومين اقل؟ وليكن مثلا خلينا نمسك الرابطة 4.5، يبقى كده الخلطة أصبحت ستيف، بقت سهل إنها تتكسر، الأسفلت سهل إن هو يتكسر، بقى ستيف صلب، يعني بمعنى صح بقى ريجيد، ما بقاش اللي هو ما فيهوش اللي هي الإلاستيك، مش مرن، أصبح بريتل زي مثلا زي الخرسانة كده. مش الخرسانة أساسا مادة بريتل عكس الحديد عشان خاطر ما فيهاش مرونة كافية. نفس القصة في الأسفلت. طيب لو أنا زودت نسبة البيتومين عن 4.5 كده أصبح إيه؟ ان الانسياب بتاعه عالي جدا، هيبقى عالي جدا، هيبقى مرن بطريقة رهيبة، تمام. وده بالتالي هيأثر على الخواص بتاعة الاسفلت، وممكن اساسا يحصل راتينج اللي هو التخدد. ده من ضمن المشاكل اللي احنا بنلاقيها في الطرق، وديت يعني منتشرة قوي ان تلاقي كده راتينج حصل او التخدد اللي بيحصل في الطريق، ده بيبقى ناتج عن زيادة نسبة البيتومين عن الحد المسموح له، تمام. الغرض أو المجال زي ما اتفقنا، أنا عايز أحدد نسبة البيتومين في الخلطة الأسفلتية. الملخص بتاع الاختبار ده هو إن أنا بعد ما بجيب العينة من الفنشر أو من المحطة او باخد بلاطه من الاسفلت اللي الفينشر لسه فرشه، تمام، وبجيبها عند المعمل اشوف هي محتاجه تتسخن، اشوف درجه حرارتها الاول، اشوف هي محتاجه تتسخن واخليها توصل لحد درجه حراره 150، او لو هي جايه 150 درجه اشتغلها على طول، او لو زي ما اتفقنا هي محتاجه تتسخن باخد العينة ديت. طبعا هي بتبقى جاية مثلا في غلاء، باخد منها وليكن على حسب طبعا المقاس الاعتباري الأكبر للركام. برضو على سبيل المثال اللي احنا شغالين مثلا الطبقة الرابطة، احنا شغالين مثلا 3 دال. طيب 3 دال المقاس الأكبر فيها كام؟ 1 بوصة. طيب هو قال لك في 1 بوصة، ولسه دلوقتي هنعرفها واحنا جايين في السلايدات اللي جاية، قال لك 1 بوصة تاخد له وزن العينة 3 كيلو،
طيب في السطحيه مثلا احنا شغالين كام؟ 3 ب. 3 ب انت لو بصيت في التدرجات هتلاقي ان المقاس اكبر مقاس فيه هو التلات ارباع، قال لك خد 2 كيلو. تمام، المهم انت هتاخد 3 كيلو بتوعك، تمام كده، تشوف هتسخنهم ولا هتشتغلهم على طول، وهتضيف عليهم المذيب. المذيب ده يا اما بروميد بروبيل العادي او كلوريد الميثيلين او الترا كلورو ايثيلين، تمام. وفي مصر يعني او في الاغلب بيستخدموا البنزين، يعني هو البنزين لقوا ان هو مذيب كويس يقدر يستخلص لنا البيتومين من الخلطة الأسفلتية، تمام، وبالتالي نقدر بعد كده نحدد نسبة البيتومين اللي احنا بندور عليها. الأجهزة، عايز فرن، عايز ميزان، عايز سخان كهربي، تمام، عايز فلتر اللي هو حلقة الترشيح. حلقة الترشيح هي وظيفتها بحطها على الحلة بتاعت الجهاز عشان المواد اللي هي الفاينر قوي ديت ما تطرش، لان طبعا انت بتلف، اللي هتلف الجهاز، وزي ما بتشوف دلوقتي البروسيدر بتاعته، انت بتلف الجهاز بسرعه رهيبه 3600 لفه في الدقيقه، فانت عايز بتحاول ان انت تحافظ على اللي موجود في الخلطه حتى اللي هي الفاينر ماتيريال. انت همك ان انت تستخلص البيتومين، مش همك ان انت تطير الحاجات اللي هي الصغيره قوي اللي هي المينرال او اللي هي الفاينر ماتيريال اللي هي الاقل من اللي هي او الباس يعني من منخل 200، لا دي انا عايز احافظ عليها هي كمان، تمام. زي ما اتفقنا قلنا المذيبات اللي احنا هنستخدمها، زي ما اتفقنا خلاص ان احنا هنستخدم البنزين، بس احنا بنتكلم كمواصفه وكشغل علمي اللي هي المذيبات اللي احنا قلنا عليها، اللي هي بروميد بروبيل العادي او كلوريد الميثيلين او الالترا كلورو ايثيلين. طيب تجهيز العينه، انت بتجيب العينه زي ما اتفقنا وبتشوف المقاس الاعتباري الاكبر بتاعها قد ايه، وبتاخد على حسب المقاس ده بتاخد بقى، شوف 3 كيلو 2 كيلو ايا كان. ولو الخلطه مش لينه معاك كده، مش عارف تقسمها بالمسطرين او بالجهاز اللي هو التقسيم الميكانيكي العادي بتاعنا اللي احنا بنقسم فيه العينات اللي هي بتاعت مثلا عينات سن او عينات الاساس، طبقه الاساس يعني، ممكن برضو نقسم فيه. لو هي مش عايزه او يعني مش لينه او مش سهله التشكل معاك، فانت بتحطها في صينيه وبتسخنها وبعد كده بتفككها وبعد كده تقسمها، تمام. ويبقى هي دي الوزنه الاولانيه الدبل واحد اللي هي الدبلو بي فور، بي فور تيستنج يعني. طيب يقول لك in some cases polymer modified mixture need to be warmed at temperature higher than 110. ليه؟ طبعا هو بيتكلم على السوبر بيف، دي قصة تانية لأنها بتستخدم في الخلطة بتاعتها المحسنات بالبوليمر، إنما إحنا الشائع بتاعنا إن إحنا بنستخدم مرشاي، فلا داعي من استخدام اللي هو البوليمر. وقال لك لو العينة فيها رطوبة نسبتها أكبر من 0.1 يتم حساب محتوى الرطوبة، تمام. هتحسب محتوى الرطوبة وتطرحه منين؟ من الوزنة الأصلية أهو، زي ما أنا قلت لحضراتكم إن وزن العينة بيتوقف على المقاس الاعتباري الأكبر للركاب، تمام. يعني إحنا مثلا في الربطة 3 دال، لان احنا اللي بنستخدمها في شغلنا هي 3 دال في المشروع يعني اللي انا فيه، 3 دال 3 دال قال لك بتاخد 3 كيلو، وفي السطحيه اللي هي 3 ب، احنا بنستخدم 3 ب سطحيه، المقاس الاعتبار الاكبر هي هو الثلاث ارباع، بنستخدم 2 كيلو، تمام. طيب
احنا عندنا ثلاث طرق لإجراء الاستخلاص. الطريقة الشائعة بتاعتنا اللي هي بالطرد المركزي، اللي هي الحلة اللي بتلف بسرعة 3600 ريفوليوشن بير مينيت. وفي كمان طريقتين اللي عايز يطلع عليهم ويقراهم، انا قلت لحضراتكم رقم المواصفة ويجيبها ويقراها مفيش مشكلة، بس دي الشائعة يعني. تمام، زي ما اتفقنا هنجيب العينة ونحطها في الحلة، تمام، اللي هي بتاعت اللي هي الجهاز. او احنا بنتكلم دلوقتي على الأجهزة. دلوقتي احنا زي ما اتفقنا هنجيب اللي هو الاكستراكشن ابريتورز، اللي هو الحلة بمعنى أصح، والفلتر رينج واللور اش بيبر فلتر رينج، ده بديل عن الفلتر رينج. الإجراءات بقى، واحنا هنعمل الاختبار ده ازاي؟ هنجهز العينة زي ما اتفقنا. شوف هي لو مش لينة معاك، مش سهلة التشكل معاك، قلنا زي ما اتفقنا هتحطها في الفرن، ولو كويسة وممكن تشتغل معاك خلاص تشتغل بيها. قال لك هتستخدم الوزنة من 500 ل 3000 جرام، ده على حسب طبعا المقاس الاعتباري الأكبر للركام طبقا للخلطة اللي انت مستخدمها، 3D 3B ايا كان. وهتحط المحاليل اللي احنا قلنا عليها، هو طبعا غالبا زي ما اتفقنا اللي هو البنزين يعني. تمام، هتشغل الجهاز اللي هو الطرد المركزي تدريجيا، ما تلفش طبعا لغاية 3600، لا واحدة واحدة. تمام، وتكون مغطي الكفر او حاطط الكفر بتاع اللي هو الغطا يعني بتاع الحلة، عشان طبعا مفيش حاجة تنطر بره الجهاز وكده. وخلي بالك المفروض ان انت تكون حاطط المحلول ده او السولفنت، تمام، عشان يتحلل الخلطة تتحلل. تمام، عارف انت زي بمعنى صح، لا خلي ايه انقعها في البنزين، فاهمني، لمدة ما تتعداش الساعة. تمام، وقال لك توزن الفلتر دوت قبل الاختبار توزنه، لانه خلي بالك وزن الفلتر ده هيدخل معانا في الحسابات. تمام كده، بعد كده ابدأ في تشغيل الجهاز ببطء وتدريجيا حتى تصل الى 3600 لفة في الدقيقة بالمؤشر كده بتاع الجهاز، انت هتوصل، تعرف توصل. تمام، until solvent cases to flow from the drain، بيبقى فيه كده زي حنفية صغيرة كده أو ماسورة صغيرة كده من الجهاز، تلاقي البنزين طبعا دي بتبقى متوصلة بخرطوم، محطوطة طبعا الخرطوم ده محطوط في وعاء، تمام، عشان البنزين دوت يسقط فيها. وبرضو وقف الجهاز، تمام كده، وحط باستخدام المخبار 200 ملي لتر. تمام، وقال لك ان انت المفروض تكرر القصة ديت لمدة 3 مرات اهو، حتى يصل لون المذيب المستخلص للونه الطبيعي اللي هو اصفر شاحب. تمام كده، يبقى انت هتفضل تغسل في العينة دي لغاية ما تغسل الركام ده من الاسفلت او من البيتومين، هتخليه من الاخر كده ركام ركام فقط. وفعلا يعني اللي شاف التجربه ديت قدامه هيلاقي فعلا ان اللون الركام بعد ما اتغسل من البنزين لونه اصفر شاحب كده. ده شكل الجهاز اهو، الحله بتاعتنا اهي، دي بتتشال وبتحط فيها العينه بتاعت الاسفلت اللي انت جبتها،
سواء من سواء بقى من الستوك بايل، سواء من الفينشر، سواء ان هي من بلاطه ما اتفرشت، ايا كان. وده المؤشر اهوت، بتقعد تطلع بيه تدريجيا لحد ما تصل ل 3600 لفه. طيب خلاص، انت غسلتها ووصلت خلاص للون الشاحب، اصفر الشاحب ده. طيب انا عايز بقى اجففها، تمام. بعد ما خلصت التجربة بتاعتك اهو، اسمح بان الركام المستخرج ده حطه في الهواء في المعمل عادي، تمام، لمدة من 15 لنص ساعة يتهوى، تمام. وكمان حط الفلتر نفس القصة، حلو. وهتحط العينة والفلتر فين؟ في الفرن لمدة من ساعة لساعتين عشان يتبخر تماما المحلول ده، تمام كده. بعد ما تطلع العينة من الفرن والفلتر، بتجيب كده فرشة وتبقى ماسك الفلتر على الحلة بتاعت البنزين، الحلة بتاعت العينة بتاعت الركام المستخرج، وتنزل العالق، تمام كده، وتنزل العالق اللي على الفلتر ده، بتنزله على البنزين. يبقى انت عندك ماس ثلاثة. انت كان عندك الماس الواحد اللي هي كانت وزن العينة قبل الاختبار، ماس اتنين او الدبلو اتنين اللي هي وزن المية ده لو فيه رطوبة، كانت الدبلو واحد هتبقى ناقص الدبلو اتنين، لسه هنشوف في الحسابات ازاي. دبلو تلاتة اللي هي خلاص بقى وزن الركام اللي هو المستخرج زائد وزن الفلتر، تمام كده. اهو زي ما اتفقنا، ازلنا حلقة الترشيح من الحلة وجففناها في الهواء، ونظفنا كمان حلقة الترشيح بالفرشة، تمام. اهو قال لك ان احنا يمكن الاستغناء عن تجفيف العينة المبدئي في حمام البخار لو استخدمنا في حالة الاستخدام ايه، ثلاثي كلوريد الايثيلين او البروميد بروبيل العادي. ممكن تستغنى عن القصة بتاعت ان انت تحطه في الحمام البخار ده لو انت مستخدم الايه، المذيبات دي. احنا قلنا ان في برضو اللي هو الرينج الفلتر رينج العادي، وفي اللي هو اللو اش فلتر. قال لك في حالة استخدام ورقة ترشيح منخفضة، تمام، يتم اجراء الخطوات الاتية اللي هي تحط الركام وحلقات الترشيح في وعاء معدني نظيف وتجفف العينة زي ما قلنا، هتجفف خالص، هتعمل نفس الخطوات اللي فاتت. وبعد كده هتجيب ورقة الترشيح دي وتحطها على الركام وتشعلها بالكبريت او بالولاعة. يعني انت هتلاقي كده الفنيين معاهم ولاعة وكأنهم بيولعوا فين، في البنزين ده، عشان يعني ينهي خالص ان في اي حاجة او بنزين لسه او بيتومين يعني لسه محطوط فين او لسه موجود في عينة الركام اللي انت جبتها وفي عينة الاسفلت اللي انت جبتها. الحسابات تعالى ديت نحسبها احسن كأننا بنكتبها هنا، تمام. عايز تجيب نسبة البتومين، قال لك ايه؟ قال لك ال W واحد اللي هي before، W before، W before، ولو هي كانت فيها مية، تمام، هتحسب وزن المية اللي هي W اتنين. يبقى انت عندك W واحد ناقص W اتنين اللي هي ال W اللي هي قبل الاختبار ناقص ال دبليو 2، يبقى دي كده بقت اصبحت ايه، دبليو دراي، صح ولا لا؟ دراي من الميه، تمام. طيب ناقص مين؟ ناقص ال دبليو افتر. طب ال دبليو افتر ديت عبارة عن ايه؟ عبارة عن
دبليو 3 زائد الدبليو 4. الدبليو 3 اللي هي شامله ايه؟ شامله الاجريجيت تمام اللي هو الركام المستخرج زائد وزن الفلتر. في فلتر زي ما اتفقنا ان انت بتحط الفلتر، بيجيب الفلتر قبل والفلتر بعد وتطرحهم من بعض، هيجيب لك الركام اللي هو العالق ده، في ركام متعلق على الفلتر تمام، ده لازم انت تحطه. الدبل 4 اللي هي المينرال ماتيريال اللي هي الحاجات البسيطة الصغيرة اللي هي نزلت من الماسورة بتاعت جهاز الاستخلاص، دي حاجات بسيطة جدا برضو لازم تاخدها في الاعتبار او بتفرضها تمام. على ديت فيها حاجتين، لو انت شغال توتال ميكس او لو انت شغال توتال اجريجيت. لو انت شغال توتال ميكس هتبقى هتقسم على دبليو 1 ناقص دبليو 2. انا بقول لك سيبك من دبليو 2 دي، يعني على فرض يعني ان هي العينه جت وما فيهاش نسبه رطوبه، فانت هتقسم على دبليو 1 اللي هي العينه قبل. طب لو انت شغال التوتال اجريجيت هتقسم على ايه؟ هتقسم على وزن العينه بعد. خلي بالك وزن العينه بعد اللي هو الدبليو 3 زائد الدبليو 4. الدبليو 3 هي شامله مين؟ شامله الاجريجيت والفلتر، خلي بالك تمام. طيب الدبليو 4 اللي هي المينرال اش او المينرال ماتيريال، وغالبا يعني حتى احنا في المشروع اللي احنا شغالين فيه احنا شغالين توتال اجريجيت، دي طبعا بتبقى على حسب الخلاط اللي انت شغال عليه تمام. هي ديت ال حساب نسبة البيتومين، وبتشوفها طبعا هي في الحدود اللي هي او زي ما احنا مثلا ما بنقول 4.5 موجب او سالب 0.25، لازم طبعا تطلع في الحدود دي. طلعت في الحدود ديت كان بها تمام، ما طلعتش يبقى في عندك مشكلة في الخلط. هي ديت جاية مثلا من شيت اكسل، فهو الماس بيفور تيست الماس افتر تيست. ده خلي بالك ده بقى الركام المستخرج فقط. المينرال ماتيريال احنا فرضناها مثلا وليكن 1 جرام. اجريجيت فلتر ماس اللي هي الاجريجيت المعلق بالفلتر زي ما اتفقنا اللي هو الوزن قبل او اللي هو الطرح، يعني الوزنتين من بعض قبل وبعد، هيجيب لك الوزن الركام ده اللي هو مثلا وليكن 2 جرام. يبقى الوزن الكلي الوزن الكلي بعد الاختبار هو مثلا 1652 تمام كده. هتطرح ال 1727 ناقص 1652 وتقسم على ال 1652، لان انا قلت ان احنا شغالين في المشروع بتاعنا احنا يعني توتال اجريجيت، فطلع لك نسبة البيتومين مثلا وليكن 4.54. طيب نيجي على الاختبار التاني وهو عمل تدرج للركام المستخرج. انا عايز اعمل تدرج عشان اشوفه هو في الحدود اللي الكلية صممت عليها ولا لا. وليكن مثلا الكلية اختارت 3 دال، وبنتكلم على الرابطة تمام اهي نفس القصة، السكوب واليوز بتاعتها هي هي. انت بتعمل اختبار تدرج عادي زي اللي هو التدرج بتاع الركام بتاع الخرسانة لطبقة اساس، عادي جدا. الابريتس ميزان وموازين او اللي هو الميكانيكال سيف شكر اللي هو الموازين اللي هو الهزاز اللي هو الميكانيكي تمام، وعندك هنا اوفن اللي هو الفرن، وعندك الكونتينر او اللي هو زي المخبار يعني بتضيف بيه اي حاجه وعاء بتضيف تمام. السامبل زي ما اتفقنا بتبقى على حسب
المقاس الاعتباري الأكبر للركام للخلطة اللي أنت شغال بيها. عندك هنا زي ما اتفقنا، لو أنت شغال ربطة يبقى المفروض هتاخد 3 كيلو، لو أنت شغال سطحية، سطحية 3 ب مثلا تبقى 2 كيلو. وده تعريف يعني لو الفرق ما بين المقاس الأكبر للركام والمقاس الاعتباري الأكبر للركام. المقاس الاعتباري الأكبر أو المقاس الأكبر للركام هو مقاس أصغر فتحة تسمح بمرور الركام كله، إنما المقاس الاعتباري الأكبر للركام هو مقاس أصغر فتحة تسمح بمرور من 85 ل 95%. تمام، يعني دي حاجة بسيطة كده، تعريف في أول فرق بينهم، الإجراءات أو البروسيدور إحنا بنشتغل إزاي. خلاص أنت خلصت، خلاص الاستخلاص، حددت نسبة البيتومين، تعالى بقى هنا امسك العينة وجففها في درجة حرارة 110 حتى ثبات وزنها. الوزن الكلي، ايه هو الوزن الكلي؟ وزن الكلي للركام المستخرج من تجربة الاستخلاص، وزن القاش او المينرال ماتيريال، وزن ورقة الترشيح او وزن الركام العالق على ورقة الترشيح بمعنى ادق. خلاص جففت العينة كله تمام، هتحطها في وعاء وتغطيها بالمية، وهتحط كمية كافية من عامل الترطيب. عامل الترطيب ده اللي هو زي اللي هي المنظفات، بريل مثلا على سبيل المثال. طب ليه؟ عشان أنا عايز أفصل المواد الناعمة المرة من منخل 75 اللي هي منخل 200 من الحبيبات الخشنة، عايز أفصلها. ودي على فكرة يعني ديت هو طبعا اختبار التدرج ده ما فيهوش حاجة، بس هو ده أصلا هي دي القصة كلها، يعني الاختبار كله هو ده الحتة اللي فيه بمعنى صح يعني. وبعد ما تحط الويتنج ايجنت ده هتحرك الحاوية ديت بقوة وتسكب الماء الغسيل على الفوق، تغسلها يعني على المناخل ديت 2.1.18، والاتنين دول تكون مركبهم على منخل رقم 200. تمام كده. ما انا خايف برضو ان تبقى فيه نسبة اكتر من اللي هو الباص، يعني من منخل 200 تعدي، انا عايزه. تمام، انا عايز افصل بس اللي هي المواد اللي هي الصغيرة ديت عن المواد الخشنة او اللي هي الايه الحبوبات اللي هي الكورس، ايه الكورس اجريت، انا مش عايز اتخلص منها، لا انا عايز افصلها عن بعضيها. تمام، زي ما اتفقنا اللي هي المسيحية اللي هي اللي بتعمل رغوة زي البريلو كده، دي اللي هي الويتنج ايجنت. خلاص غسلنا العينة وحطينا الويتنج ايجنت وكله تمام، هتجفف الركام المغسول ده، طبعا هو مغسول فانت مضطر ان انت تجففه تاني حتى يثبت ايه وزن، وتوزنه تاني، يبقى ده كده الوزن الايه الوزن الجاف. طبعا انت عندك هنا قال لك ملخص يعني القصة دي كلها، ان الفرق في الوزنتين، طبعا انت هتعمله خلاص تدرج، تدرج حبيب عادي جدا. انت عندك دلوقتي وزنة وليكن مثلا هي 200 او اللي هي 2000 جرام، لما تيجي تحطها في وتعمل اللي هو في المناخل وتعمل لها تدرج، هي طبعا عمرها ما هتلاقي بالظبط ال2000 طلعوا لك، مش هتلاقيهم. بس قال لك ان نسبة الفاقد ديت لا تتعدى 0.2%. تمام، قال لك طبعا ترتب المناخل ترتيبا تنازليا، يعني المناخل الكبيرة تتحط الأول، 2 بوصة، 1.5، وهكذا من الصغير من الكبير للصغير. أهي المناخل أهي، شوف بقى أنت هتعملها يدوي ولا هتهز يعني يدوي ولا هتهز ميكانيكي.
هتقعد تنخل بقى في العينات، وهو ده اللي احنا هنوصل له. طبعا كل التدرج عادي جدا والله يا جماعة، يعني كل منخل اهوت قصاده الوزن المحجوز على كل منخل، تمام. طبعا انت عندك الوزن العينة، وزن العينة بعد التجفيف، وزن العينة بعد التجفيف اللي انت خدتها من بعد اختبار الاستخلاص وغسلتها او غمرتها في المية وحطيت الويتنج ايجنت وجففتها. انا عايز الوزن اللي هي المجففة دلوقتي دي، تمام. هتحسب نسبة المحجوز ونسبة المار، نسبة المحجوز ونسبة المار عادي جدا، مفيش أي صعوبة فيها. هتقارنها بالحدود زي ما اتفقنا. مثلا أنا بقول إن أنا المثال اللي أنا عامله يعني هو على الرابطة 3 دال، تمام. واضح طبعا من اللي تشيك إن هي كلها في داخل الحدود، وبالتالي الخلطة ديت أو العينة دي تحقق حدود مواصفة 3 دال. وبعد كده هترسم لها عادي جدا برضو زي ما كنا بنعمل في الماتيريال واختبارات اللي هي بتاعة الكورس أجري بتاعة الخرسانة. هترسم لها التدرج، الكيرف بتاع التدرج الخبيبي. وبكده نكون انتهينا من المحاضرة بتاعتنا. أتمنى تكونوا استفدتوا. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.